بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائي وأعزائي متابعين حلقات فارماسيست جايد. حلقتنا لهذا اليوم موجهة إلى طلبة كلية الصيدلة المرحلة الخامسة، نكمل بها الشابتر الثاني لمادة التي دي ام. قبل أن نبدأ ندخل بمحاور حلقتنا الأساسية لهذا اليوم، نسوي ريفيو بسيط عن أهم المبادئ الأساسية اللي تكلمنا بها عن بداية الشابتر الثاني. قلنا يابا أنه هو الشابتر الثاني، أنا ليش ده أقرأ الشابتر الثاني؟ الغاية من يما حتى إما أجي أحسب أتعلم شلون أجي أحسب الكونسنتريشن، أو شلون أجي أحسب الفارماكوكينيتيك باراميتر، أو شلون أجي أحسب الدوز ريجيمين. وذكرنا ملاحظة مهمة، قلنا شو كنت ما يقول لك فارماكوكينيتيك باراميتر، تجي أنت مغمض وتحسب الكي إليمينيشن فوليوم أوف ديستريبيوشن كليرنس تي هاف. شو كنت ما يقول لك يابا احسب لي الدوز ريجيمين، تجي أنت مغمض وتحسب الدوز واللودينج دوز والتايم انترفال. وذكرنا ماذا يقصد بالكلينيكال فارماكوكينيتيك، قلنا استخدام القوانين الخاصة بالفارماكوكينيتيك اللي هي قوانين الابزوربشن والديستريبيوشن والى اخره. وقلنا ملاحظة مهمة، التي دي ام يختص بدراسة الفارماكوكينيتيك. قلنا انه مواضيع الفصل الشابتر الثاني هي راح ادرس الانترافينوس بولس اكويشن، واخذناه بالبارت الاول بتفاصيله، فهمنا شلون اني استخدم معادلات الانترافينوس بولس اكويشن. بحلقتنا لهذا اليوم راح نتكلم على الكونتينوس والانترميتنت انترافينوس انفيوجن اكويجن، وراح نتطرق الى الاكسترافاسكولار اكويجن، وراح نتكلم على الافرج ستيدي ستيت اكويجن، وراح نتكلم على الميكاليس منتن اكويجن. ذكرنا ملاحظه مهمه، قلنا شابتر 2 بثلاث جداول، الجدول الاول يختص بحساب الكونسنتريشن، الجدول الثاني يختص لحساب الفارماكوكينيتيك باراميتر، والجدول الثالث هو يختص بحساب الدوزج ريجيمين. وذكرنا ملاحظة، قلنا شلون أنا أجي أختار المعادلة الصحيحة إذا قال لي بالآي في بولس مثلا، الآي في بها سنجل ملتيبل والستيدي ستيت، شفناها بحلقتنا السابقة. إذا قال لك بالسؤال لودينج دوز انترافينوس لودينج دوز، فأنت تجي تختار معادلات الانترافينوس بولس إكويجين سنجل دوز. وقلنا ليش؟ لأن اللودينج دوز هي جرعة واحدة كبيرة تعطى للمريض حتى أدخل الدواء بالثيرابيوتيك رينج. إذا قال لي يابا بالسؤال إنه هذا الدواء أنا أنطيته خلال وقت معين، كل 12 ساعة، كل 8 ساعات، بمعنى إنه الدواء ده أنطيه بشكل ملتيبل دوز. فوين ما تشوف انترافينوس لودينج دوز معناته الانترافينوس بولس إكويشن سنجل دوز. إذا قال لك يابا الدواء أنطيته آي في بوش معناته بولس أدمينسترد أو أدمينستريشن. ذكرنا ملاحظة مهمة، قلنا التايم اوف انفيوجن اوف امينوغلوكوسايد هي ساعة، والملاحظة الثانية اللي ذكرناها قلنا التايم اوف انفيوجن للفانكوماسين هي اما ساعة ونص او ساعتين، تعتمد على منطوق السؤال. وذكرنا شلون نستدل على استخدام معادلات الانترافينوس بولس اكويجن، واخذنا اسئلة من الكتاب وامثلة حليناها سوية. حلقتنا لهذا اليوم راح نتطرق الى موضوع مهم عنوان الـ Continuous and Intermittent Intravenous Infusion Equation. شوف، أغلب الأحيان بأغلب الأحيان ستجد في الأسئلة هو اللي يحدد نوع المعادلة اللي أنت تستخدمها، إما Continuous وإما Intermittent. راح تقول لي شلون؟ راح أقول لك شوف هذا السؤال. يقول لك patient عمره 52 سنة، وزنه 72 كيلو، male، استخدمنا الجنتامايسين حتى اعالج الجرام نيجاتيف نيومونيا، الفوليوم اوف ديستريبيوشن مال 18 والتي هالف 8، احسب جنتامايسين دوز انفيوزد اوفر 1 اور. وذكرنا ملاحظه، قلنا التايم اوف انفيوجن هي 1 اور تو اتشيف سي ماكس وسي مينيمم، استخدم معادلات ال1 كومبارتمنت انترميتنت انترافينوس انفيوجن ايكويشن. أول نقطة قريت المسألة، النقطة الثانية هنا قال لي يا بروح استخدم معادلات الـ One Compartment Intermittent Intravenous Infusion Equation حتى تحسب الدوز ريجيمين، يعني بين قوسين قال لي روح استخدم الجدول الثالث حتى تحسب لي دوز ريجيمين. أكو ملاحظة كلش مهمة، هاي الملاحظة سجلوها بورقة، مر راح تبدون تاخذون الامينو جلوكوسايد والفينكومايسين والديجوكسين، راح تفيدكم هاي الملاحظه. الملاحظه تقول يابا اني من اجي اريد احل المساله، قلنا انه اقرا السؤال اشوف الموضوع
شنو يريد من يمي. الخطوة الرابعة، حاول تميز منطق السؤال، تشوفه انه دا يتكلم دا يريد من يمك تحسب له الدوز population لو individualize. يعني شنو؟ مثلا اني اقول هسه الاموكسيسيلين ينوخذ كل 8 ساعات، اني اخذه كل 8 ساعات، انت تاخذه كل 8 ساعات، اخويا ياخذه كل 8 ساعات، صديقي ياخذه كل 8 ساعات. ليش؟ لانه هاي الجرعه محسوبه بالاعتماد على البوبوليشن داتا. زين، اليوم انا عندي مثلا رينال فيلر واريد اخذ دواء، هذا الدواء ينطرح عن طريق الكدني، الكدني ما انت عندي رينال فيلر، اذا عندي رينال فيلر انا هذا الدواء ممكن يصير لي اكيوميليشن وتوكسيسيتي، لذلك لازم اجي احسب جرعه خاصه لهذا البيشنت. هاي اسمها انديفيدجوالايز دوز. او مثلا انا اليوم اخذت جنتامايسين، الجنتامايسين طلعت السي ماكس والسي مينيمم، من خلالها استدليت على انه الدواء مالتي ماخذه بجرعه توكسيك، اريد انت تحسب لي دوز جديده. ملخص الكلام، ملخص الكلام، انت لازم تجي تميز السؤال، هل هو يريد من عندك تحسب بوبوليشن دوز لو انديفيدجوالايز دوز. بوبوليشن دوز معناته انه البيشنت ما ماخذ جرعه، هسه راح تبدي انت تحسب له جرعه. فالبوبوليشن دوز العنوان المرادف لها الانيشيال دوز، الانديفيدجوالايز معناته البيشنت قبل المستشفى اخذ جرعه، والجرعه هاي طلعت اما ما تشتغل واما توكسيك، تفضل حبيبي احسب له جرعه جديده. راح تقولي ليش؟ ليش انا اجي اميز بوبوليشن وانديفيدجوالايز؟ على اي اساس؟ يعني شنو راح استفاد؟ راح اقول لك البوبوليشن الها، البوبوليشن دوز الها معادلاتها الخاصه، والانديفيدجوالايز دوز الها معادلاتها الخاصه. فانت مثلا عندك الامينو جلوكوسايد 4 5 6 7، سبع طرق تستخدم لحساب الدوز. تجيك مساله انت عندك سبع طرق، تقعد تختار يا طريقه راح تتعب، بينما انت لو تجي تفكر بهالطريقه تقول انا عندي بوبوليشن انديفيدجوالايز، البوبوليشن بها اربع طرق، الانديفيدجوالايز بها ثلاث طرق. البوبوليشن عندي اربع طرق، واحده ما داخله اللي هي الليترشر بيس ريكومندد دوزنج ميثود، طبقه الفارماكوكينيتيك والهول انساروبي وطريقه الهارتفورد. الانديفيدجوالايز عندي طريقه الفارماكوكينيتيك كونسبت ميثود، بقت طريقتين داخله. فهنا انت راح تبي تتوجه على نوعيه المعادلات اللي راح تستخدمها وراح تحل بيها. بدل ما تجي تختار بين سبع معادلات او سبع طرق لحساب الدوز، راح يصير عندك تجي تختار اما طريقتين او ثلاث طرق، تجي انت تختار واحدة من يمهن بالاعتماد على شغلات راح تستدل عليها. فهاي هي النقطة الاساسية، ضرورة تميز population individualize. بقية تفاصيل chapter 4 وبقية الشابترات راح تلقونها ايضا شارحها باليوتيوب على القناة، والملخص هم ماتين ننزل لكم اياه بالقناة على التليجرام وبشكل رابط موجود بالوصف. سوري دوختكم، بس هاي ملاحظات أساسية لازم انه احنا ناخذها بنظر الاعتبار. اكو عندي هنا مثال مهم صراحة، ما راح ادوخك بيه لكن انه انت فقط افهمه. يقول لك انه بيشنت انطيته 60 ملي جرام بير اور ثيوفيلين، هاي الدوز. It's known from a previous hospital admission that the patient has the following pharmacokinetic parameter. انطاك ال volume of distribution 40 والK elimination انطاك اياها. انطاك اريد من عندك ثلاث مطالب. اول مطلب قال لك يابا اريدك تحسب لي concentration in this patient after receiving the drug for 8 hours and the steady state. شوف انا ايش عندي بالكونتينوس. شوف هسه انت عندك الدواء اول ما انطيته صار له انفيوجن، يعني شنو معناته؟ يعني معناته هنا عمليه الانفيوجن مستمره، من عندي عمليه الانفيوجن مستمره الى قانونها، من يتوقف الانفيوجن الى قانونه، من اوصل للستدي ستيت الى قانونه. زين هسه انا قال لي يابا احسب لي سيرم كونسنتريشن افتر ريسيفينج ذا دراج فور 8 اورز، يعني ورا ما اني اخذت الدواء خلال 8 ساعات. After receiving the drug for 8 hours يعني معناته شنو؟ الانفيوجن مستمر. فهاي المعادلة الخاصة اللي تستخدم لحساب الconcentration في حال اذا كان الانفيوجن مستمر. زين K sub not هي الدوز، K elimination بالسؤال، volume of distribution بالسؤال، الكي إليمينيشن بالسؤال، التي هو قال لي يابا after receiving the drug for 8 hours احسب لي الكونسنتريشن. at steady state
معناته اني وصلت للستيدي ستيت، احسب لي الكونسنتريشن بلا زحمه عليك. هذا القانون الخاص لحساب الكونسنتريشن ات ستيدي ستيت موجود بجدول الجدول الاول اللي هو خاص لحساب الكونسنتريشن. بعد ذلك يقول لي يابا احسب لي السيرم كونسنتريشن ات 6 اورز افتر ذا انفيوجن ستوب، يعني وقف الانفيوجن. بس هنا الانفيوجن قال لي وقف، ما جاب طاري ستيدي ستيت، لانه اني من يوقف اما يوقف واما يوقف عندي الستيدي ستيت. يعني معناته شنو؟ هسه راح شوف، هسه راح افهمك الفكره. بقى هنا أنا. هذا القانون خاص سي بوست انفيوجن يساوي سي اند اي سالب كي انيميشن في التايم بوست انفيوجن. السي اند اخذها 7.2، ليش؟ لانه هاي ال 7.2 دورنج انفيوجن رننج، اخر تركيز وصلت له دورنج انفيوجن رننج، فهو يريد هنا احسب له السيرم كونسنتريشن at 6 hours after the infusion stopped، فهذا اخر تركيز وصلت له هو 7.2، انزله هنا. اذا قال لي يابا احسب لي الكونسنتريشن at steady state، نفس القانون انزله، بس السي اند هنا راح تكون 10.5 اللي هي اخر تركيز وصلت له شوكيت at steady state. اخر تركيز وصلت له بالانفيوجن رننج قبل لا طب للستيدي ستيت هو هذا. ورا ما طبيت الستيدي ستيت هو هذا. زين. عندك مسألة رقم 3 4 5 6 أسئلة واضحة، تطبيق مباشر على الكونتينوس. قبل ما تحل السؤال اقرأ السؤال بعناية، افهم شنو مطلوب من عندك وركز على المبادئ اللي أنا شرحتها. بعد ما انتهينا من الكونتينوس والانترميتنت انترافينوس انفيوجن ايكويشن، طبعا اغلب معادل اغلب مسائل الانترميتنت هو يقول لك، اقول لك يا استخدم لي معادلات الانترميتنت لحساب الفارماكوكاينتيك باراميتر او لحساب الدوز ريجيم، يعني هو يحددك بالانترميتنت وبالكونتينوس. راح تشوف انه اغلب المسائل هو يحددك بنوعيه المساله اللي انت نوعيه المعادلات اللي انت لازم تختارها. عندك اكسترا فاسكولار ايكويشن اللي هو الموضوع الثالث. الاكسترا فاسكولار ايكويشن When a drug is administered extravascularly, يعني يقصد بي orally, intramuscularly, subcutaneously, transdermally, etc. The absorption into the systemic vascular system must take place. أطلب من عندك أنه أنت تراجع القوانين اللي ذكرناها بالجداول الثلاثة اللي تخص موضوع الاكسترافاسكولار equation. أقول لك بس سؤال، يعني هسه من تجيني المسألة هو يقول لي use extravascular equation؟ لو شنو يعني انا شلون استدل على شلون اعرف استخدم معادلات الاكسترا فاسكولار ايكويشن؟ الشابتر الثاني دمري. شوف بقى، هو ما يقول لك استخدم معادلات الاكسترا فاسكولار ايكويشن. شوف الشابتر الثاني، ترى ترى يعني ترى الشابتر الثاني مو هالصعوبه. انت تسمع الحلقه الاولى البارت الاول اللي ذكرنا اللي شرحنا، وراح تسمع البارت الثاني اللي بنشرحه هسه. خلاص خلاص الشابتر الثاني المفروض يصير عليك سهل. يعني بعد ما شرحت لكم التي دي ام كل الامينو الديجوكسين شابتر 3 شابتر 2 هسه بدنا نشرحها، المفروض بعد الطب الامتحان يعني ما عندك مشكله بالتي دي ام. كل تفاصيل شابترات التي دي ام ذكرناها وشرحت لكم اياها. عموما هو ما يقول لك بالمساله يابا استخدم معادلات الاكسترا فاسكولار ايكويشن، لا هو يقول لك انه هذا الدواء انطيته اورال، هو يقول لك انطيته ترانس ديرمال. تفهمني شلون؟ شوف هسه مثلا عندك هذا السؤال. Patient is given an oral dose of valproic acid 750 milligram capsules 6 and 24 hours after the days after the dose sorry the valproic acid serum concentration طلع هالقد وهالقد. Calculate the pharmacokinetic parameter. قريت المسألة جيد، شريد من عندي pharmacokinetic parameter، وين أروح؟ على الجدول الثاني. Extravascular low IV bolus low continuous low intermittent. لا extravascular equation. ليش؟ لان قال لي oral، لان هنا انا قال لي oral. خلي نروح والله على الجدول. هذا هو الجدول الثاني اللي هو خاص لحساب الفارماكوكينيتيك باراميتر، وهي هاي معادلات الاكسترافاسكولار equation post absorption post distribution. شوف عندك معادلات الملتيبل هي نفسها معادلات الستيدي ستيت، بس السنجل تفرق. هنا انا بهاي المساله شو راح استخدم؟ معادلات السنجل لو المالتيبل لو الستدي ستيت. اول شيء بالمساله من اجي اقراها قال لي انه هذا البيشنت انطيته فالبروبيك اسيد 750 ملغ كبسول، لا قال لي كل 8 ساعات
ولا قال لي كل 12 ساعة ولا قال لي كل كذا ساعة. فلو قايل لي هذا المنطوق اجي استخدم عن المالتيبل، لو قايل لي يا بحسب لي الفارماكو كانتك باراميتر ات ستيدي ستيت اجي استخدم هاي القوانين، ما قال لي ذني اجي استخدم معادلات السنجل دوز. هذا قانون الكي اليمينيشن. التايم الاول اللي هو قال لك 6 و8 ساعات، التايم الاول يعني هذا اللين السي 1 ال 51.9 طلعتها ورا 6 ساعات، والتايم الثاني اللي هو لين السي 2 اللي هي ال 21.3 طلعتها ورا 24 ساعه تايم اوف انفيوجن. زين، هذا قانون اول مره اشوفه، الفوليوم اوف ديستريبيوشن على البايو افيلابيلتي يساوي الدوز على السي انيشال. زين، هذا الفي على اف هو هذا كله اسميه هايبرد فوليوم اوف ديستريبيوشن، هو هايبرد فوليوم اوف ديستريبيوشن بايو افيلابيلتي كونستانت، هذا كله يعتبر فاكتور واحد، فاكتور واحد. زين، الدوز موجوده 750، السي انيشال مو موجوده، لازم اني اجي احسبها. شلون احسبها؟ بالاعتماد على القانون اللي هو موجود في الفصل الاول، واللي هذا يحفظ وما ينطب ورقه الاسئله. سي انيشال يساوي الكونسنتريشن اي سالب كي اليمينيشن في التايم. شوف، انتبه على نقطه كلش مهمه، السي اللي تخليها هنا هي البوست ابزوربشن اند بوست ديستريبيوشن فيس. ايش وقت اني صار عندي بوست ابزوربشن وبوست ديستريبيوشن؟ صار لي بها هنا، هنا كنا سابقا بالانترافينوس اكويجن نقول انه اول كونسنتريشن ورا الاي في بولس دوز، هنا بالاكسترافاسكولار ناخذ الكونسنتريشن اللي ورا البوست اللي ورا الابزوربشن اند ديستريبيوشن. شو وقت صار انا عندي ابزوربشن ديستريبيوشن؟ ورا 24 ساعه من اخذ الدوز. فهنا انتبه على هاي الملاحظه، الكونسنتريشن اللي اخليه هنا هو ال 21.3. فاني بالاكسترا فاسكولر استخدم اي كونسنتريشن بعد الابزوربشن وبعد الديستريبيوشن. حسبت الكي سب نوت، تايم مالتها 24، اجي اعوضها هنا، حسبت الفوليوم اوف ديستريبيوشن طلع 10.7 لتر. فهذا هي الاكسترافاسكولار ايكويشن. عندي بعد سؤال اكزامبل، اكزامبل رقم 13 من الكتاب، هذا راح اخليه عليكم، هذا حاول انه انت تقراه وتحل المساله بايدك. عندي موضوع ما قبل الأخير عنوان الـ Average Steady State Concentration Equation. طبعا هاي المعادلة الـ Average Steady State اللي هاي المعادلة راح نشوفها بموضوع الـ Drug Drug Interaction. أي موضوع الـ Drug Drug Interaction، تمام. متى أستخدم هذه المعادلة؟ هاي المعادلة عادة أستخدمها من يقول لي بالمسألة نص العبارة الآتية: Using the Average Steady State Concentration Equation. وراح تشوفه دائما انه هو يذكر لك بال 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 بالسؤال، هو يقول لك يا بستخدم معادلات الافرج ستيدي ستيت. سوري، هيكوبس، الشهقة، طلاب المرحلة الخامسة، صوت انبح من وراكم. استخدم using the average steady state concentration equation. عندك راجع سؤال رقم 9 رقم 10 من أسئلة الكتاب، تطبيق مباشر على الافرج steady state concentration equation. طبعا اخر موضوع بحلقتنا لهذا اليوم وشابتر رقم 2، شابتر رقم 2 شنو؟ شابتر 2، ميكاليس منتن equation for saturable. هاي معادله الميكاليس منتن equation، في ماكس في السي اس اس على الكي ام زائد السي اس اس، الدي هي الدوز، سي اس اس هي الستيدي ستيت دراج كونسنتريشن، الفي ماكس هي الماكسيمم ريت اوف دراج ميتابوليزم، الكي ام هي الكونسنتريشن الى اخره. مساله رقم 11 من مسائل الكتاب، بيشنت عمره 32 سنه، وزنه 70 كيلو، ميل، عند جنرالايزد تونيك كلونيك سيجرز اسيومينج ميكاليس منتن باراميترز. هاي الفي ماكس والكي ام هي اسمها الميكاليس منتن باراميترز، انتبه على الوحدات مالتها. Calculate a dose of phenytoin that will achieve CSS مقدارها 15 ملغرام بير لتر.
استخدم معادلة الميكاليس منتن إيكويشن لأنه هو منطيني ميكاليس منتن باراميتر. تطبيق مباشر، الفي ماكس انطاك اياها 500، السي اس اس عندك 15، الكي ام منطيك اياها 4، والسي اس اس عندك نفسها 15، طبقها وقسم ويطلع الناتج كما هو. نجي الى اخر فكرة من افكار الميكاليس منتن إيكويشن، كيف اقوم بحل مسألة تحتوي على جرعتين وثلاث تراكيز باستخدام معادلة الميكاليس منتن إيكويشن. شوف سؤال غريب، يقول لك بيشنت عمره 28 سنة، وزنه 55، فيميل، complex partial seizures. She has the following information available. CSS مقدارها 8 ملغ بير لتر من استخدمت الفينيتوين بقوة 300 ملغ. CSS طلعت لها 22 من استخدمت الفينيتوين بقوة 400 ملغ. Compute the patient Michaelis Menten parameter، يعني يريد مني انك تحسب الـ KM والـ Vmax، بعدين تجي تحسب الدوز بـ CSS مقدارها 15. حتى نحل هذا السؤال اللي بي سي اس اس 2 3 سوري وما منطيني لا في ماكس ولا كي ام، اتبع الخطوات الاتيه. اول شيء اجي احسب الاكتوال كي ام باستخدام المعادله الاتيه. الجرعه الاولى اللي هي 300 على ناقص ال 400، انتبه على السالب مال كي ام، على الدوز الاولى اللي هي شقد، الدوز الاولى 300 على سي اس اس مالتها 8 ناقص الدوز الثانية اللي هي 400 على 22، قسم واطرح راح يطلع لك الناتج. ال Vmax الدوز زائد KM دوز على CSS. راح تقول لي يا باني هنا أنا عندي دوزين اثنين بالسؤال، يا دوز أحط بال Vmax؟ راح أقول لك أي دوز تستخدم هي صح. طلعت ال Vmax، طلعت ال KM، راح تطلع عندك الدوز. وهذا هو الحل، هذا هو الحل. حسبت الـ KM، حسبت الـ Vmax، طبقت معادلة الميكاليس منتن إيكويشن. لهنا خلصت حلقتنا لهذا اليوم، شرحنا بها Chapter 2 اللي كان مدوقكم. أتمنى من عندك أنه أنت المبادئ والأساسية اللي ذكرناها والملاحظات اللي ذكرتها هذني لازم تخليها ببالك. صدقني صدقني الـ TDM ترى سهل مو صعب، وإذا تشوف الحلقات وتتبع هاي الملاحظات اللي ذكرتها، التابع ويا الأساتذة مالتك ويا الدكتور شنو الموضوع اللي داخل، شنو الموضوع اللي مداخل، دائما خليك على تواصل ويا هاي المادة. صدقني الطب الامتحان انت مسيطر. التي دي ام يحتاج لها تركيز، يحتاج لها عدم تسرع، يحتاج لها ان تستخدم الحاسبة بطريقة صحيحة، يحتاج انه انت تقرأ السؤال بس، اهم شيء تقرأ السؤال. احنا مشكلتنا انه من يجي سؤال بالتي دي ام نجي ننزل شو اسمه المعطيات وريد نحل، يغير أقرأ السؤال بالبداية، أقرأ السؤال أشوف عليها موضوع يحكي شو المطلوب من عندي، population لو individualized، نزل المعطيات وتوكل على رب العالمين. أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، وإن شاء الله كل واحد يطب لامتحان الـ TDM ياخذ full mark. بالتوفيق إن شاء الله.